السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض منهج ديسكوفر اكتشف KG1 الترم التاني، ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 3 او الفصل الثالث Where can I buy او اين يمكنني ان اشتري. وزي ما احنا عارفين ان الشابتر ده بيكلمنا عن المتاجر المختلفة اللي بتبيع البضائع المختلفة، وطبعا دي الحلقة نمبر 10 او رقم 10 من شرح ديسكوفر الترم التاني. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا انهينا المرة اللي فاتت يا أصحابي شرح page 51 أو صفحة 51، والنهاردة هنشرح page 52 أو صفحة 52، وعنوانها shopping list. shopping يعني تسوق، list يعني قائمة. هنا بيكلمنا عن القائمة بتاعت التسوق. زي ما انتوا عارفين يا أصحابي ان ساعات ماما وهي نازلة تشتري حاجات من السوق بتكتب معها ورقة كده أو shopping list، قائمة تسوق، علشان ما تنساش الحاجات اللي هي نازلة تشتريها. فدي اسمها shopping list أو قائمة التسوق. shopping list يعني قائمة التسوق. فهنا بيقول لنا circle يعني ضع دائرة حول one thing شيء واحد. one يعني واحد، thing شيء، one thing شيء واحد. you need انت تحتاج. وطبعا احنا عرفنا الفرق بين النيد والوانت. النيد الحاجة الاساسية، الحاجة اللي ما ينفعش حياتنا تكمل من غيرها، والوانت طبعا اللي هي الرغبة، الشيء غير الاساسي اللي ممكن احنا نكون عايزينه بس حياتنا ممكن تكمل من غيره عادي. فهنا بيقول لك circle one thing، ضع دائرة حوالين شيء واحد you need انت ممكن تحتاجه، and one thing وشيء واحد you want انت ممكن ان ترغب فيه، حاجة ممكن تكون بتمثل رغبة بالنسبة لك او want، حياتك ممكن تكمل من غيرها بشكل عادي. ومدينا هنا يا اصحابي four pictures او اربع صور. الصورة الاولانية فيها fruits and vegetables او خضروات وفاكهة، والصورة التانية فيها كاندي أو حلوى، والصورة التالتة فيها كلوزس أو ملابس، والصورة الرابعة فيها تويز أو ألعاب. الصورة الأولانية موجود فيها الفروتس and vegetables ومكتوب تحت منها 2 pounds، تكلفتها 2 جنيه. والصورة التانية اللي فيها الكاندي موجود تحت منها السعر بتاعها أو البرايس، وهو 5 pounds أو 5 جنيه. والصورة التالتة اللي فيها الكلوزس او الملابس فيها موجود تحت منها البرايس بتاعه، وهو 3 pounds او 3 جنيه. والصورة الاخيرة بتاعت التويز او الالعاب المفروض ان البرايس بتاعها اللي مكتوب تحت منها 4 pounds او 4 جنيه. فاحنا عايزين نعمل سيركل حوالين نيد واحدة وونت واحدة ممكن نكون هنشتريهم من السوق. فهل يا ترى مثلا الفروتس اند فيجيتابلز need ولا want يا اصحابي؟ need. يبقى ممكن نعمل حواليها circle او نعمل حواليها دائرة، وبالتالي احنا حددنا النيد اللي احنا هنشتريها. يبقى احنا هنشتري fruits and vegetables، خضروات وفاكهة باتنين جنيه، with 2 pounds. طب وفي صورة تانية الكاندي دي، الكاندي او الحلوة دي need ولا want يا اصحابي؟ want. want. شاطرين، يعني رغبة، ممكن نكمل حياتنا من غيرها عادي. فبرضو ممكن نعمل حواليها circle. يبقى احنا عملنا هنا circle على need واحدة وعلى want واحدة. need ب 2 pounds والwant ب 5 pounds. وممكن برضو نعمل حوالين clothes دي او الملابس دي، ممكن نعمل حوالين clothes دي او الملابس دي circle لانها need، لان clothes دي ملابس، والملابس نيد او حاجة احنا منفعش نعيش من غيرها، ما نستغناش عنها، فتعتبر نيد. والتويز برضو want او رغبة، ممكن تكون انت عايزها ممكن تعيش من غيرها، يعني دي want او رغبة، حياتك ممكن تكمل من غيرها. فاحنا هنعمل سيركل حوالين نيد واحدة وwant واحدة، وفي اسفل البيج هنا هنكتب سعر النيد اللي احنا اخترناها وسعر الwant اللي احنا اخترناها،
وهنجمعهم على بعض ونكتب تكلفة النيد والوونت اللي احنا نشتريهم في الشوبينج ليست بتاعتنا او في قائمة التسوق بتاعتنا. فانا مثلا اخترت الفروتس اند فيجيتابلز وتمنهم 2 باوندز او 2 جنيه، فهنكتب هنا 2 بلس، واحنا كمان اخترنا الكاندي او الحلوى وتمنها 5 باوندز او 5 جنيه، فهنكتب هنا 5. فلما نجمع ال 2 بلس 5 هيدونا كام يا اصحابي؟ 7. شاطرين، تمنهم 7 باوندز او 7 جنيه، فهنكتب هنا 7، وبالتالي احنا حلينا البيج دي. والكلمات الجديدة هنا شوبينج، شوبينج يعني تسوق، ليست، ليست يعني قائمة، سينج، سينج يعني شيء من الأشياء، نيد طبعا حاجة، وونت يعني رغبة. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معايا ونوصل لبيج 53 أو صفحة 53، وعنوانها بابتس. بابتس يعني العرائس، الدمى، العروسة أو الدمية اللي احنا ممكن نكون بنلعب بيها. فهنا بيقول لنا create puppets يعني اعمل أو انشئ عرائس that can اللي ممكن أن تساعد، teach a friend يعني تساعد صديق من أصدقائك about the market عن السوق. فانت هنا المفروض هترسم عروسة كبيرة وعروسة صغيرة أو هتنشئها يعني، وتخلي شكلها بيساعد صديق من أصدقائك عن السوق. فممكن ترسم مثلا عروسة لموظف معين من الموظفين اللي في الماركت، وموظف تاني برضو، وتعرفوا مثلا ان الموظف ده في شغال في الستور الفلاني، شغال مثلا في الفارمسي، والموظف ده او الوركر ده شغال مثلا في السوبر ماركت. فترسم هنا مثلا واحد شغال في السوبر ماركت، وترسم واحد تاني شغال في الفارمسي، وبالتالي انت بتعلم صديق من اصدقائك about the market، about the market او عن السوق. والكلمات الجديدة هنا طبعا puppets، puppets يعني الدمى او العرائس، create انشئ puppets، puppets يعني عرائس، that can teach، that can teach يعني التي يمكنها teach ان تعلم، a friend صديق من اصدقائك about the market، about the market عن السوق. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 54 او صفحة 54، ودي اخر بيج في شابتر 3 او في الفصل الثالث وفي المحور الثالث كمان، وعنوانها بابتس، وهي زيها زي البيج اللي فاتت بالظبط. المفروض هنا بيقول لك create puppets، انشئ عرائس، that can teach a friend about the market، اللي ممكن تساعد صديق من أصدقائك وتعلمه، اللي ممكن تعلم صديق من أصدقائك عن الماركت أو about the market عن السوق. فبالتالي انت برضو هترسم هنا أو هتصمم هنا شكل عروستين من العرائس اللي ممكن يمثلوا jobs أو وظائف من الوظائف المختلفة الموجودة في الماركت أو في السوق، بحيث ان انت تعلم او تعمل عملية teaching لفريند من الفريندز بتوعك او لصديق من الاصدقاء بتوعك، وتعلمه about the market او تعلمه عن السوق. وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة، وانهينا معاه chapter 3 وانهينا المحور الثالث. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.